مرحبا وأهلا فيكم. الأحداث بالعراق كانت هي الأحداث الأكثر يعني تداولا وتغطية من خلال وسائل الإعلام، يعني شيء هو أشبه بالانفجار، يعني أتمنى ما يكون هيك، ولكن الوضع المتأزم كان لابد أنه يوصل لهون. يعني الحقيقة ما كان مفاجئ عملية الاستعصاء اللي صار أكثر من 9 شهور من بعد آخر انتخابات برلمانية، بعد ما عرقلت يعني بعض القوى الشيعية بين قوسين تعيين أو اختيار رئيس للحكومة وانتخاب رئيس للدولة. هي عملية التعطيل الطويلة أدت إلى تأزيم الوضع بين ما يعرف بالإطار التنسيقي اللي هو قوى شيعية وبين التيار الصدري يلي هو أيضا محسوب على القوى الشيعية، واثنيناتهم حتى يعني لهم تمثيل بالجيش العراقي ضمن ما يعرف باسم الحشد الشعبي يلي هو أيضا مؤلف من ميليشيات تمثل القوى الشيعية في العراق. وصلنا لهون لأن ما كانوا يتفقوا هالطرفين يعني على صيغة معينة في عملية اختيار أو في عملية تسمية رئيس الحكومة، في عملية انتخابات الرئاسية. كل واحد متشبث بوجهة نظر، ما راح أدخلكم كتير بالتفاصيل، ولكن هي عملية تعطيل تشبه ما يجري في لبنان اليوم. أنا بس بدي هون عقب على الموضوع، لأن في ناس كتير أول ما يشوفوا هيك مشهد بيترحموا على أيام صدام حسين وعلى حافظ الأسد وعلى القذافي. بدي أكد أنه طبعا نحن اليوم عم نعيش بتأثيرات حكم هؤلاء، يعني هذا المشهد اللي عم نشوفه اليوم هو من آثار هالفترة الطويلة اللي حكموا فيها بطريقة الأقطاعيات. قسموا البلد لأقطاعيات طائفية وقومية ومناطق نفوذ أحيانا اقتصادية، يعني بأي شكل، وحطوا على رأس كل أقطاعية شخص نافذ مرتبط فيهم يعني بيؤمن مصالحه بالدرجة الأولى، ومن ثم يعني ما من يتبع أو من يعني يكون ضمن نفوذ هذه الأقطاعية. وهيك كانت الأمور، يعني كانت بالعراق، كانت في سوريا، وكانت في كتير من الدول العربية. هلا وقت يروح الدكتاتور هالزعماء الموجودين على رأس هذه الأقطاعيات المنة دينية طبعا في كثير من الأحيان، بيحاول هو يضل موجود ضمن المعادلة، معادلة الحكم والنفوذ يلي أساسا طبعا هي مرتبطة بالمال ومرتبطة بكل شيء، بيحاول هو يضل في إطار القيادة، في إطار الزعامة يلي متعود عليها أولا وسط الوسط يلي هو ينتمي له. يعني في عائلات هي الزعامات موجودة، مرة تانية أحيانا في إطار مثلا طائفي مثل ما عم نشوف هلا بالشيعة، في إطار أحيانا قومي مثل ما عم نشوف عند الأكراد البرازاني والطالباني وهكذا. فهدون بيضلوا هن مسيطرين على الوضع، ومنتحول الحقيقة من ديكتاتورية فردية إلى ديكتاتورية جماعية يلي برأيي هي ألعن وأداء رأبي، لأن عادة أنه بيصير في مشكلة بالاتفاق وبتروح الدولة وبيروحوا الناس بين الإجرين في هذا الصراع. هون نحن لازم نتعلم الدرس مرة تانية، وقت يعني بيتم تطميع جهة من الجهات إن كانت أقلية طائفية أو أكثرية أو قومية بأنه تقوم الدولة على أساس طائفي أو قومي مو على الأسس الحديثة المعروفة في كل دول العالم، آخر شيء رح نوصل لها النقطة. يعني هذا الشيء عملوه فينا نحن العرب وقت لعبوا بالتركيبة القومية، ويعني أسكوا الصراع بين الأتراك والأكراد والعرب، علقنا مع بعضه وشايفين الوضع نحن اليوم كيف. أيضا عم نشوف مثال يتكرر اليوم مع الشيعة بشكل أو بآخر، هي الشيعة الأكثرية في العراق، وأساس المشكلة اليوم أنه الشيعة ما هم متفقين، يعني باقي الأطراف ما كتير لهم هالدور الكبير، هن ما اتفقوا، وبالتالي البلاد اليوم تتجه إلى الفوضى. هذا الشيء أيضا رح يصير مع الأكراد في حال أصروا على إقامة دولة أو كيان أو فيدرالية على أساس عرقي. بكرة أيضا إذا تم الانسلاخ عن محيطهم بشكل أو بآخر رح يعلقوا مع بعضهم، رح يشوف أنه رح تطلع الفرقة اعتمادا على كثير من الأسباب، مثل ما حاصل اليوم نوعا ما بالعراق، مثل ما اليوم موجود في سوريا. يعني مو كل الأكراد هن متوجهين باتجاه معين، في كتير مشارب ورح يعلقوا مع بعضهم، ما رح تقوم الدولة، لأن مرة تانية وهذا الموضوع كتير بركز عليه، الدولة اليوم لها تعريف واحد، ما حدا يقول لي شو نوع الدولة اللي بدها تنشأ، هي لها نوع واحد، هي خلطة واحدة، هي نوع من تطور العلوم
السياسية هذه المرة اللي وصلت إلى خلطة معينة تعتمد على المؤسسات، فصل السلطات، تداول السلطة، القانون هو المقدس الوحيد. هذا الشيء اللي بده يصير بغض النظر عن أي أمور تانية وقتها بتزبط الأمور. هلا مع الأسف يلي بيصير أنه إذا رجعنا لفكرة الدكتاتور مثلا صدام حسين في العراق هو الأساس يلي كرس موضوع الإقطاعيات والزعامات المرتبطة فيه، لأنه أسهل عليه أنه يقود البلاد بهذه الطريقة. هلا وقت راح هون في عنا عدة احتمالات، يعني أو الحقيقة في احتمالين رئيسيين، يا أنه تتجه الأمور نحو الاستقرار إذا كانت هذه القوى إذا فهمت أنه مصيرها وجوديا معلق ببناء الدولة، أو إذا ما فهمت في أيادي خارجية تمتد، لأن بيصير في صراع مثل مرة تانية بين هذه الإقطاعيات. ناخذ مثال، يعني احنا السوريين أقرب إلى لبنان مثلا مثل جعجع ونصر الله، كل واحد له مرجعية إقليمية أو دولية مختلفة عن الآخر. هل أيادي هي تمتد إلى الداخل وتحاول أن تحافظ على هذا الوضع المضطرب وإزكاء الصراع في حال كان هذا الموضوع يتفق مع مصالحها؟ يعني موضوع الاستقرار من لا استقرار الاتجاه إلى بناء الدولة أو من عدم وجود الدولة يصبح مرتبط بشكل كبير إذا ما كان كلي بالإرادة الخارجية. مع الأسف هذا اللي بيصير. وإذا كان في مصالح لعدة أطراف أو طرف نافس قوي بعدم وجود الاستقرار في المنطقة، مع الأسف بعد ما تتفكك الدولة الدكتاتورية ويعني تعود إلى هذه الإقطاعيات والزعامات الموجودة على رأس كل إقطاعية، كانت دينيا، كانت قوميا، كانت طائفيا، كان أيا منها، أحيانا اقتصادية، أحيانا عشائرية، بتم ربط هذه الزعامات بدول متناحرة وتغذية الصراع من خلال دعم هذه القوى لتتطاحن فيما بينها على أرضها. مرة تانية أي صراع، يعني هي القاعدة بتمنى نصير متفقين عليها، أي صراع بين أطراف كان مباشر أو بالوكالة في أرض ثالثة رح يضعف شعوب المنطقة ويضعف هذه الأرض ومن عليها، يعني لمصلحة المتصارعين كلاهما. ممكن واحد ياخذ أكثر من الثاني، ولكن هن بيقوى نفوذهم بالأرض والشعب والبلد الدولة الوطن، يعني يفقد أي هوية له، يفقد كل مقدراته، يفقد حتى مستقبله نتيجة هذا الصراع. هلأ لازم نقول كيف هذا الموضوع راح يأثر على سوريا. طبعا أنا ما كتير دخلت بتفاصيل موجودة على وسائل الإعلام كيف الاشتباكات عم بتصير بالعراق. اليوم كان في دعوة لرئيس يعني التيار الصدري وسرايا السلام التابعة له، مثل ما شايفين يعني كل زعيم له قوى على الأرض، وهذا الموضوع صار مشهد مألوف مرة تانية. سوريين نحن أقرب للبنان، ولكن هو يتكرر دائما في يعني البلدان المجاورة يلي مرة تانية فرطت بعد ما راح الدكتاتور وامتدت الأيادي. هون في نقطة مهمة، امتدت الأيادي الإيرانية للعبس. هذا الموضوع أيضا بدي استغله لثبت نظرية بتمنى صرنا نكون متفقين عليها، أنه الدور الإيراني في منطقتنا هو منع قيام الدولة، أنه هو أن تستقر الأمور على اللادولة لصالح الميليشيات والزعامات كما يجري في لبنان وسوريا وفي العراق. يعني أنا مثلا بتمنى كانت أنه يصير في حكومة ويصير في رئيس للدولة، وحتى لو كانوا مرتبطين بإيران في العراق خلي إيران تتحمل مسؤولية الدولة العراقية، ولكن هي ما بدها هذا الموضوع. دائما إيران تأخذ دور المعطل، يعني تحرص أن تستحوذ على قوة بحيث أنه هي تستطيع التعطيل، ولكن لا تريد أن يعني تصل إلى السلطة وتتحمل المسؤولية. دائما هذا الموضوع. هلأ بسوريا كيف الأمور راح تتأثر؟ مع الأسف بشكل سلبي لا شك. يعني أول شيء هي يعني الأوضاع بهالطريقة وتدهور الأوضاع بالعراق راح يقوي الأطراف مرة تانية الإقليمية المتدخلة، راح يصير في أوراق إضافية للعب بيد مثلا إيران، بيد تركيا، بيد الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بيد إسرائيل، وممكن أن يكون هذا يمتد هذا الموضوع إلى دول الخليج مثل السعودية وغيرها، بيقوي وضعها من خلال أن بهالحالة بيلتصقوا هالزعامات بالداعمين الإقليميين والدوليين الموجودين داخل العراق. كل ما ضعفت الدولة، كل ما انكمشوا خلينا الإقطاعيات على نفسهم وارتبطوا أكثر في المرجعية، خلينا نقول يلي بيتبعوا لها، إن كانت يعني دولة إقليمية أو يعني قوة دولية كبيرة. فهذا الموضوع رح يأثر علينا بشكل سلبي، لأن كل ما استقرت الأوضاع حوالينا بيصير هذا نموذج مشجع لنا لحتى نحن نتبع
هذا النموذج. طبعا ضمن هذا السيناريو والسياق بيكون في إطالة لسلطات أمر الواقع يلي عم نحكي عليها، يلي هي الزعامات، يلي اليوم ما عاد بهمها غير أنه يتستمر لأطول فترة ممكنة في مواقع. يعني حتى ما بدي أقول بالسلطة أنه ترجع تستحوذ على السلطة، وهن يعني بيكونوا بيدركوا بينهم بين نفسهم أنه لا يمكن أنه واحد منهم يستحوذ على كامل السلطة في البلد، ولكن بيكون هو أبلان أنه يستحوذ على جزء من السلطة يلي بيأمن له ذات الميزات اللي كان يتمتع فيها من الماضي من المال والجاه والنفوذ ومستوى معين من 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 الحياة والثراء إلى آخره. لساتهم عم يشتغلوا على هذا الموضوع. فهل نوع من الأحداث الفوضى اللي عم بتصير، الاقتتال اللي نحن عم نشوفه بالعراق، يطيل في عمر هؤلاء يعني من هم على رأس سلطات أمر الواقع اللي مرتبطين اليوم بالعراق، اللي مرتبطين بشكل أو بآخر بسوريا ويشكلوا نموذج وأيضا في لبنان؟ يعني هذا الموضوع هو ليس في هيقول سيناريو أو سياق استقرار المنطقة وانتهاء الأزمات فيها، على النقيض تماما هو يعيد يعني إشعال الصراع في المنطقة وإعطاء مثل ما حكينا ذرائع وأوراق إلى الآخرين لحتى يلعبوا مثل ما بدهم في منطقتنا وفي بلداننا. هلا هون في سؤال يعني، وأنا بشوف الأحداث دار بذهني إنه هذا الشيء شفناه من زمان بلبنان، كانت هي ديكتاتورية جماعية، هذا الشيء عم بيصير اليوم بالعراق، ضروري نحن نمر بنفس الطريق؟ يعني ضروري أنه نحن أيضا هلا ننتظر لحتى يسقط الدكتاتور وبعدين تصير في عنا ديكتاتورية جماعية وزعامات وكل واحد عنده مشروع مرتبط بقوى لحتى نحن ندفع الأثمان الكبيرة 30 40 50 سنة بلكي بعدها بيصير عنا القدرة نبني الدولة؟ الحقيقة هو على ما يبدو يعني هذا هو الطريق الوحيد، لأن أحيانا الإنسان لازم يتعلم من كيسه، أحيانا الثمن لازم يكون كبير لتوصل، لأن الوصول للدولة اللي عم نحكي عليها ما هو شغلة سهلة، وكل الدول في العالم دفعت أثمان كبيرة لوصلت، ما بالضرورة امتد الصراع كل هالقد ولكن دفعت أثمان كبيرة. ولكن في احتمال أنه إذا فهمت هذه الزعامات والقوى اليوم اللي موجودة على رأس هذه الإقطاعيات الدكتاتوريات الجماعية، إذا فهمت أنه إذا ضلت الأمور في هذا الاتجاه، صحيح هو رح يطول عمره كام سنة، ولكن بنهاية الطريق رح يتم القضاء عليها مع الشعب ومع الدولة اللي عم تنهار، يعني ما رح يقوم إلى قائمة في المستقبل، بيضل هذا الموضوع هو خيار أنه هل هي بتستمر بضع سنوات وبتضل على نفس يعني مثل ما بيقول النفوذ والقدرة على جمع الأموال ويعني لعب دور، ممكن هذا الموضوع يغري كتير من الزعماء، أم أنه هي تفضل الوطن وتفضل الدولة بالمفهوم اللي عم نحكي فيه على مصالح الخاصة أو على بعض مصالح الخاصة، بتضل هي كقوى إقليمية أو قوى محلية لها دور بشكل أو بآخر، ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون إلى ديني، ودور محترم ومقدر من قبل الناس، ويضلوا هن مميزين وهذا حقهم، لأن يعني بيكون بأفعالهم عم يوصلوا لهذا الدور المميز، وخاصة إذا فضلوا مصلحة الدولة على مصالحهم الخاصة أكيد رح يكون لهم كل الاحترام من قبل سائر فئات الشعب. فهذا الموضوع بإيدهم، ولكن هذا الموضوع أنا برأيي مانو سهل، يحتاج إلى كثير من التضحية، يحتاج إلى كثير من الوعي حتى يعني نتجاوز هذه المرحلة الصعبة اللي عم يمر فيها العراق ولبنان حوله وكثير يعني من الدول العربية، ولكن هن الأقرب بالنسبة لنا. رح نضل نتابع طبعا أحداث العراق والتطورات، نأمل أنه يكون الاشتباكات اللي صارت وطبعا كان في قتلى وجرحى أنه يكون هو حادث عرضي، ولكن أكيد الأزمة هي عميقة بكل الأحوال، حل ما له سهل. ممكن يكون الشيء اللي صار مبارح هو خلينا نقول مثال مرعب ممكن يصحي الزعامات اللي فكرة أن الأمور ممكن تمر بسلاسة ويشوفوا أنه هن رايحين على قتال دموي وبالتالي يضطروا يعني يوصلوا لحل سياسي. نأمل أنه الأمور تروح بهذا الاتجاه، نأمل نحن أنه دائما في العراق الأمور تتجه للاستقرار كما في كل الدول المحيطة بنا، لأن هذا الموضوع بيساعد على الاستقرار في بلدنا. آخر شيء بدي نوه أنه يلي بيحب يتابع طبعا هذا التسجيل أساسا لقناتي على اليوتيوب، يلي بيحب يتابع تسجيلاتي على الفيسبوك، أنا كان في صفحة دائما عم بنشر فيها تم تقييدها من أشهر طويلة، حاولت استردها أو يعني شيل التقييد عنها ما استفاد شيء، لذلك أنشأت صفحة جديدة. يلي بيحب يتابع أو من هواة المتابعة على الفيسبوك أفضل له ما يتابع على اليوتيوب، ممكن يتابعني، رح حط رابط الصفحة في
الصندوق الوصف. شاكر المتابعة سلفا، شكرا لكم وإلى اللقاء في تسجيل قريب.